السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب الأعزاء طلاب الصف الثاني الثانوي مع مراجعة ليلة الامتحان إن شاء الله النهاردة هنتكلم على كذا نقطة يا يكون فيها فايدة وفي يعني كويسة ليكم بإذن الله وهنتكلم في كذا فرع مش فرع واحد يعني هو أنا عارف إن أهم فرع بالنسبة لكم هو فرع النحو لكن يعني إحنا هنتكلم النهاردة عن فروع عن فروع تانية بجانب النحو تعال نبدأ مع بعض كده بسرعة مع أول حاجة هنتكلم فيها النهاردة وهي التعبير تعبير منسي شويه بالنسبه لنا تمام فلو هنرجع على التعبير كده يا جماعه خد بالك معايا كده التعبير الابداعي بالنسبه لنا يا جماعه او التعبير الوظيفي لان يعني طبعا حصل بعض القرارات اللي في الفتره الاخيره ان يعني ممكن الامتحان يبقى فيه مقالي وممكن يبقى فيه تعبير وتعبير ابداعي وتعبير وظيفي فبرضه الحاجات المهمه أو اللي ممكن نراعيها في التعبير اول حاجه بص اول حاجه لو هنعمل تعبير مثلا في افكار فرضا لو حصل في افكار يبقى ممكن اهم حاجه عندي بقى في الافكار ممكن نطرحها معنى الموضوع واهميته طرح امثله وشواهد ونماذج من التاريخ تمام او من الواقع ممكن تجيب حاجه من فكرك او دور الاسره برضو دور المدرسه في الموضوع وراي الدين في الموضوع ثم اثر الموضوع على الفرد والمجتمع فدي تعتبر اهم الافكار لاي موضوع ممكن نتكلم فيه فهنا كلمه في الموضوع ما بين قوسين هنا يا جماعه ديت بتبقى مندرجه تحت الدرس اللي احنا بنتكلم عليه طيب اهم الاشياء بقى الواجب مراعاتها اثناء التعبير. رقم واحد ضروره استخدام علامات التراقيم بعنايه وهنتكلم عنها برضو بسرعه دلوقتي. كمان العنايه بالخط والقواعد الاملائيه والنحويه مهمه جدا النقطه دي يا جماعه طبعا لازم لازم اركز في قواعد النحو والاملاء. كمان ضروره الاستشهاد من القران الكريم او الحديث الشريف او الشعر او بعض اقوال الحكماء وما اكثرها طبعا عندنا في المنهج بتاعنا. ضروره تقسيم الموضوع لعده فقرات متناسبه مع الافكار، يعني ايه؟ يعني عملت ثلاث مثلا افكار يبقى قصادها ثلاث فقرات، عملت خمس افكار يبقى تحتها خمس فقرات. فمحاوله ضبط بعض الكلمات، طب يا مستر واحد يقول يا مستر ما فيش اصلا عندنا دلوقتي حاجه اسمها افكار، يعني الافكار خلاص اتلغت من موضوع التعبير، بسيطه جدا، انت بتعمل الافكار دي في دماغك انت بحيث ان انت ترتب موضوعك على الاساس ده. يبقى لو حتى لو مش هكتب افكار لان كان قبل كده برضه في ثالثه ثانوي قال لك خلاص الموضوع الافكار ده ما ما بقاش مطلوب يعني. فاذا دلوقتي يبقى انا ممكن اعمل الافكار كده في مسوده خارجيه مع نفسي وتنفعني بعد كده أن انظم بيها الايه الافكار بتاعتي او الفقرات بتاعتي. طيب كمان محاوله ضبط بعض الكلمات لو انا مثلا موضوع مقالي وانا بكتب موضوع بايديا ايه المانع ان انا اشكل بعض الكلمات؟ اعرب بعض الكلمات احط بس الضبط بتاعها. فالموضوع مش هيبقى صعب ان شاء الله يعني. طب اهم علامات الترقيم يا جماعه، طبعا الفاصله بتستخدم طبعا في مواضع كثيره بين الجمل اللي تتكون من مجموعها كلام تام الفائده، او بين الجمل القصيره المعطوفه المستقله في معانيها، او بين انواع الشيء او اقسامه زي فصول السنه اربعه ربيع صيف خريف شتاء. طب كمان بعد لفظ المنادى بين القسم وجوابه بعد حرف الجواب. فطبعا هنا يا جماعه حروف الجواب طبعا هي نعم لا كلا بلا فده بالنسبه يا جماعه للنقطه ديت يبقى دي الفاصله. اما الفصله المنقوطه بقى تستخدم في عده مواضع بين جملتين تكون ثانيتهما ماشي او ثانيتهما مسببه او مسببه عن الاولى بمعنى او نتيجه لها يعني لقد غامر بماله كله في بماله كله في مشروعات لم يخطط لها فتبدد هذا المال تمام طيب دي حاجه او بين جملتين ثانيتهما سببا في الاولى تمام طيب زي مثلا نقول لأن أو بسبب أو لكي أو كي إلى آخر الكلام ده كله بين جملتين تامتين إذا جمع بينهما أداة ربط زي إيه؟ الإنسان العاقل يأخذ يأكل خبزه بعرق جبينه أما الجاهل فيعيش على الآخرين طيب ده كده يا جماعة الفصل والفصل المنقوطة طب النقطة النقطة تستخدم في مواضع تالية بعد نهاية الجملة التامة المعنى طب ولا كلام بعدها ولا تحمل معنى التعجب أو الاستفهام كمان في نهاية الفقرة كمان بين الحروف المرموز بها الاختصار زي قاف م مثلا زي تعني قبل الميلاد تمام فادي يا سيدي طب النقطتان بقى النقطتان عندك تستخدم في المواضع التاليه بعد القول أو, او ما هو في معناه زي حكى او حدث او اخبر او سال او اجاب الى اخر كلامنا كله كمان بين الشيء وانواعه او اقسامه كمان بين الجمل المجمل او الكلام المجمل اسف ماشي هو الكلام الذي يتلوه موضحا له زي المرء باصغريه قلبه ولسانه لو تفصيل بعد الاجمال يعني كمان قبل الامثله التي تصاغ لتوضيح قاعده او حكم وغالبا ما تصادم النقطتان في هذه الحاله بعد كلمتي مثل او نحو او قبل الكاف. طيب برضه خد بالك برضو في بعض الصيغ المختومه بالفاظ التاليه او الاتيه او ما يلي او ما يشبههما كمان قبل شرح معاني المفردات والعبارات لتفصل بين المفردات او العبارات ومعانيها. كمان قبل الكلام المقتبس زي من الاقوال الماثوره عند الشدائد يعرف الاخوان. كمان في التحقيقات القضائية والإدارية زي مثلا بعد حرف حرفي السؤال اللي هو س كذا ج كذا سؤال وجواب يعني تمام؟ طب في عندي حاجة تانية اسمها الشرطتان وتستخدم في المواضع التالية الجملة الاعتراضية مثل عمر رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين تمام؟ طب وفي علامة الاستفهام تستخدم بعد أدوات الاستفهام طبعا أدوات الاستفهام عندي كثيرة علامات التعجب برضو تعتبر برضو مع التعجب القياسي او السماعي تمام كده او نداء التعجب ايضا كمان علامات الحذف او علامه الحذف اللي هي بتبقى عباره عن نقط ايه او ثلاث نقط جنب بعض كده وتدل طبعا او تستخدم عند الاختصار او للدلاله على الاختصار. كمان علامه التنصيص تستخدم في المواضع التاليه توضع بين العبارات المقتبسه بنصها بنصها عن كلام الاخرين والموضوعه في سياق كلام ناقل تمام كده زي قول العقاد مثلا التواضع نفاق مرذول اذا اخفيت به ما لا يخفى من حسناتك توسلا الى كسب طيب بعد كده برضو توضع بين عناوين الكتب والمجلات والصحف والمقالات والقصائد زي مطولة عبقر مثلا الشعريه لشفيق معلوف. ايضا توضع بينها العبارات والمصطلحات والتسميات التي يريد الكاتب اكتزاب الانتباه اليها. كمان برضو تعتبر عند الحديث عن لفظه او مناقشه معانيها واستخداماتها زي انتهت الدراسه الى ان الى ان طبعا ان ان وردت في القران الكريم اكثر مما وردت اذا فأنا بتكلم هنا عن حاجة معينة. طيب، في عندي بقى القوسين، خد بالك معايا. تستخدم في المواضع التالية ألفاظ التفسير والإيضاح والتحديد. كمان ألفاظ الاحتراس منعاً لللبس. تمام؟ طيب، زي مثلا الذمام بالذال المكسورة أو الذمام بالذال المكسورة اللي هي معناها العهد. والذمام بالزاي المكسورة ما تقاد به الدابة. يبقى الفرق بين الاثنين يبقى انا بوضح كده يا جماعه كمان التصرفات والحركات المعينه التي يقوم بها الممثلون في المسرحيه تمام زي ما مثلا حي ابن يقظان مخاطبا الجمهور الجمهور باصوات مختلطه طب الارقام والتواريخ تكتب برضو بين الاقواس تمام الاسماء والعناوين غير العربيه للتوضيح كل دي يا جماعه بالنسبه لنا طبعا علامات ترقيم ننتقل للتعبير الاخر التعبير الوظيفي طبعا التعبير الوظيفي ليه انواع كتيره قوي زي البرقيه زي مثلا عندك بتكتب تكتب بالش... بالشكل التالي مثلا اكتب مثلا برقيه لصديقك تهنئه بالنجاح فبكتب ناحيه اليمين مرسل اليه وعنوان ناحيه الشمال المرسل وليس الراسل المرسل وليس الراسل تمام المرسل والعنوان طيب واكتب في النص طبعا جمله لا تقل عن سطر او لا تزيد عن سطر اسف لا تزيد عن سطر طيب كمان ما بكتبش الف مبروك لان الف مبروك طبعا دي لغه عاميه فلازم اقول مبارك لك او مبارك عليك النجاح تمام يا شباب اللافته بتبقى عباره عن جمله طبعا حكمه او بيت شعر ممكن او مثلا مقاله او جمله مثلا من خيالك او يعني انت بتتخيلها مثلا ايا كان الجمله دي يا جماعه خلاص وتشير للنقطه اللي انت بتتكلم عليها اما بطاقه الدعوه فبكتب في نص بطاقه الدعوه واقول يا سور اداره المدرسه دعوه سيادتكم لحضور حفل مثلا تكريم اوائل الطلاب لو هي حفل تكريم اولاد الطلاب مثلا. وذلك في يوم كذا واسيبها فاضيه والموافق واسيبه فاضي في تمام الساعه كذا وذلك في قاعه الاحتفالات بالمدرسه ولسيادتكم جزيل الشكر. وسب طبعا اداره المدرسه فاضيه. الرساله الرساله خد بالك بتبقى طويله شويه. بكتب المرسل اليه والعنوان والتاريخ. كمان بكتب بقى صديقي العزيز مثلا لو هبعت رساله للصديق مش مش هبعت مثلا رساله لحد يبقى هكتب انه من دواعي سروري ان ارسل إليك اليكم هذه الرساله وارجو منكم فيها وابدا اتكلم بقى في موضوع الرساله ممكن الرساله تاخد مني مثلا الرساله يقول لك اكتب مثلا من ثلاثه لخمسه سطور تمام مفيش مشكلة. ممكن الرسالة تبقى أكتر من كده، مفيش مشكلة برضو. يبقى أنت بتطول فيها على حسب المطلوب منك. وفي النهاية بكتب المرسل والعنوان. طب التلخيص، التلخيص يا جماعة بقى قراءة الفقرة طبعًا، بيجي لك فقرة يقول لخصها. فممكن يجيب لك فقرة زي كده مثلا طويلة شوية، تمام؟ ولك لخصها مثلا في ثلاث سطور، تمام كده؟ فأنت عشان تلخص الفقرة أولا قراءة الفقرة المتأنية. قراءة متأنية دي رقم واحد، كمان حذف المترادفات والنعوت والمعطوفات من الجملة، كمان الربط بين الجمل بأدوات ربط مناسبة، ضرورة وضع علامات الترقيم في مكانها الصحيح، دي أهم الملحوظات الهامة أو الخطوات الواجب مراعاتها عند تلخيص طيب ننقل لنقطه تانية بسط الجمل يجيب لك مثلا بيت شعر او يجيب لك مثلا جمله صغيره او حديث شريف ويقول لك ابسطها يعني اشرحها تمام كده برضو فهو لك الكلمه الطيبه صدقه مثلا اي جمله مثلا او حكمه او مثلا او او حديث شريف ده يعتبر حديث شريف تمام فانت طبعا تبدا تتكلم عن النقطه دي وتبدا تشرحها باستفاضه التقرير طبعا اكتب تقرير عن رحله او ندوه او اجتماع فطبعا انه في يوم كذا الموافق كذا قمنا بالزيارة للمكان مثلا المطلوب وجدنا من الايجابيات كذا ومن السلبيات كذا ونوصي بكذا مقدمه تكون بصفه فاضيه الحاجات دي كلها بصفه فاضيه لكن طبعا الايجابيات بذكر الايجابيات السلبيات بذكرها اذا امكن والتوصيات برضو في النهايه بذكرها المقال طبعا يكون من مقدمه وموضوع وخاتمه مقدمه قصيره جاذبه للقارئ ثم الموضوع ثم نختم في المقال بحكمه او نتائج حل او حل التعليق في النهايه غالبا ما يتقرر في امتحان الثانويه العامه وذلك بالتعليق على بيت شعري او شرح او تعليق عليه باسلوبك الخاص برضه ما فيش مشكله بتبقى عباره عن سطر او اكتر اخر حاجه عندنا الطلب تقدمه طبعا لجهه المال الشكوى من انقطاع الكهرباء او المياه الى اخر الكلام ده كله تمام يا شباب تعالوا يا شباب ننزل بسرعه يلا على البلاغه وطبعا هنتكلم عن طبعا بعض النقط المهمه جدا في البلاغه واحنا بنحل مع بعض يقول الشاعر في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه الحب من نبضي لأحمد يسجد في سدرة الإخلاص ظهرا يخلد نور سماوي يبدد ظلمة كادت بها الأكوان ظهرا تنكد يا سيد المختار إنك أمة في داخلي تحيا وفضلك يحمد أوحى لك الرحمن من عليائه يا خير خلق الله أنت الأسعد صلى عليك الله يا علم الهدى ما قال أشهد في الوجود موحد محاسن بديع هنا في البيت الاول طبعا هركز البيت الاول يا جماعه غالبا ما بيركز على التصريع بيطلب منك البيت الاول كده انظر دايما كده او ركز على اخر حرف في كل شطر هتلاقي يسجدوا ويخلدوا تمام يبقى في الحاله دي يا جماعه يبقى تصريع طب في البيت الثاني ظلمه صوره بيانيه نوعها ايه؟ هقول لك برضه ملحوظه دايما الصوره البيانيه عندي يا اما تشبيه يا اما استعاره يا اما كنايه يا اما مجاز مرسل لما يجي كلمه واحده بس توقع انها تكون استعاره صريحه توقع انها تكون استعاره تصريحيه فكلمه ظلم هنا المراد بيها الكفر طبعا تمام كده يبقى استعاره هي صور الكفر بالظلام يبقى استعاره اسف تصريحيه صور الكفر بالظلام الاستعاره التصريحيه زي ما احنا عارفين بنحذف معاها المشبه وبنسيب المشبه به بنحذف المشبه وبنسيب المشبه به طيب بالنسبه عندك بقى النقطه اللي بعد كده يا خير خلق الله اسلوب انشائي طبعا نوع نداء غرضه التعظيم طب انا امتى اقول تنبيه امتى اقول توسل امتى اقول تحقير امتى اقول الكلام ده كله التنبيه طبعا لو نداء لابني او لاي انسان عادي التعظيم لو حد ليه مكان عندي او مكان ليه مكان عندي يقول يا مصر فكده ليها مكانة طيب التحقير لو انا على حد حقير الشأن بالنسبة لي يا عدو الله مثلا الى اخر الكلام ده كله النقطة اللي بعد كده انت الاسعد طبعا هنا اسلوب قصر وسيلته ايه بقى؟ تعريف طرفي الجمله يعني تعريف المبتدا والخبر، تعريف ايه يا شباب؟ المبتدا والخبر. طيب فانا عندي بنصور القصر يا جماعه النفي والاستثناء زي مثلا ايه ما نجح الا المجتهد ما نجح الا وممكن اقول ما نجح غير وما نجح سوى كل ده بالنسبه لي يا جماعه خلاص كده اسلوب قصر من نفي والاستثناء سواء بإلا او بغير او بسوى. طب التقديم والتاخير، تقديم طبعا الجار ومجرور على الفعل أو على الفاعل أو على المفعول به أو على تقديم الخبر على المبتدأ كل ده بالنسبة لنا يا جماعة اسمه تقديم وتأخير طيب اسلوب مؤكد بانما برضو انما من ادوات القصر بالنسبه لنا تمام او تعريف طرفي الجمله لو مثلا الجمله عندي مبتدا وخبر الاثنين معرفين تمام يا شباب في طبعا عندي وسائل اخرى للقصر زي لكن ولا وبل اللي هي حروف العطف اللي احنا درسناها قبل كده فدي برضو بالنسبه لنا برضو اسلوب قصر او وسائل للقصر طب انك امة سؤال رقم خمسة هنا تشبيه بليغ فين المشبه مستر الكاف كاف الخطاب في انك عاد على الرسول عليه الصلاة والسلام طب امة هتبقى طبعا دي المشبه يشبه الرسول بالامة الكاملة تمام فدي تشبيه بليغ طيب السؤال الثاني ورميت سهم الحب اقصد قلبها فاصاب سهمي عينها فعورت طبعا ده كده حاجة على سبيل التسلية شوية فاصاب فكررتها من لوعتي ورميت سهم الحب أقصد قلبها فأصاب سهمي أذنها فاصنجت فأردت تخفيف المصاب بكلمة ناديتها أن أقبلي فتكعبلت فانكسرت فجبستها فأصاب سهمي رأسها فتهشمت فدفنتها ومن نار شوقي عندها نشب الحريق بقبرها فتفحمت لا يرحمها. المهم فأصاب سهمي رأسها طبعا علاقة الجملة بما قبلها تبقى نتيجة لما قبله تمام طب يبقى خد بالك معايا هو الشعر بيقول إيه؟ ورميت سهم الحب اقصد قلبها نتيجه لذلك اللي حصل فاصاب سهمي اذنها او اصاب سهمي عينها على حسب بقى فالجملتين دول يعتبروا نتيجه طب سهم الحب هنا تشبيه بليغ شبه الحب بالسهم طب صوره التشبيه البليغ انا عندي التشبيه البليغ بيجي على اربع صور يا اما مبتدا زي مثلا انك امه او انت امه اتكلمنا عنها في السؤال اللي فات او مثلا مفعول المفعول المطلق بين النوع زي ما نقول اسرع الحصان اسراع الطائره او اسراع الصاروخ او الحال وصاحبها لمع محمد صلاح مثلا بين بين اللاعبين نجما يبقى ظهر محمد صلاح بين اللاعبين نجما يبقى انا شبهت محمد صلاح بالنجم تمام طيب كده يا شباب طيب اضافه المشبه به الى المشبه زي جمله سهم الحب وشبه الحب بالسهم فانا عندي هنا المشبه به يبقى كلمه طبعا هنا يا جماعة سهم وشاء والمشبه هيبقى كلمة الحب فهنا يا جماعة المشبه به جه قبل المشبه وصل كده يا شباب طيب تعالى بعد كده فتك عبلت فانكسرت الفاء هنا طبعا تفيد الترتيب والتعقيب والسرعة احنا خدنا قبل كده يا جماعة حروف العطف الواو والفاء وثم وأو الواو دايما خد بالك لما قابلها كده لك ماذا أفاد العطف بين الكلمات ممكن تفيد التوكيد لو الكلمتين بينهم ترادف وتفيد التنويع لو الكلمتين مختلفين عن بعض ده بالنسبه للواو اما الفاء دايما تفيد الترتيب والتعقيب والسرعه اما ثم تفيد الترتيب والتراخي يعني في مده طويله تمام طيب اما التخيير فبالنسبه لاو هي اللي تفيد التخيير حرف او يفيد ايه التخيير طب غرض الشعر هنا في طبعا في الابيات هنا طبعا الغزل خلاص كده يا شباب طب السؤال الثالث بقى يا عالم السر همي أنت تعرفه وأنت تعلم ما في القلب أخفيه، قد حطم اليأس آمالي وبعثرها وبدد الصمت في صدري أمانيه، ما كنت أشكو إلى الأحباب خافيتي فلن يخفف شكوي ما ألاقيه، رفعت شكواي للآفاق في أمل إن مات قلبي فرب الكون ينجيه، لا تيأسن فإن اليأس به ظلم فهو اللطيف بكل ما تعانيه، وثق بتيسيره في كل عسر فهو الكاشف لكل ما تلاقيه. واجعل يوسف لك قدوة فك معانا ولكن الرحمن غانيه أنا بتعمد أن أقرأ, أقرأ الأبيات معاك لسبب أنت كمان لازم تعود نفسك على النقطة دي اقرأ الأبيات ضروري جدا ضرورة قراءة أبيات الشعر بشكل يعني منظم بشكل أنك تفهم فيه الأبيات لأن النقطة دي هتساعدك كتير قوي وانت بتحل معظمكم بيبقى مستعجل فيخش على الأسئلة ويسيب الأبيات لا دي توقع كتير جدا لان الاستعجال هيغلط انا مش عايز اغلط فعشان كده اتانى وانا بقرا الابيات واركز فيها قوي لاني هقابل معاني كلمات ممكن تبقى صعبه عليها شويه تمام ممكن اقابل كمان بعض الاسئله محتاجه ان انا اركز فيها عشان اقدر اجاوبها صح كمان ممكن يبقى مثلا ربط ما بين الابيات وبعضها ممكن في تشبيه ضمني مثلا او تشبيه تمثيلي رابط بيتين ببعض طب انا هعرف ازاي ان هو, إن هو يقصد كده الا اذا كنت هقرا الابيات الاول يبقى خد بالي من النقط دي يا جماعة طب يا عالم السر طبعا هنا نداء غرض طبعا هنا يا جماعة تعظيم تعظيم لله عز وجل فلن يخفف شكوي ما ألاقيه علاقة الجملة بما قبلها تمام طبعا نتيجة لما قبله بعد كده النقطة اللي بعد كده اجعل طبعا هنا أمر غرضه طبعا هنا هيكون إيه بقى الـ الـ الأمر غرضه طبعا التمني ولا الالتماس ولا الإلزام ولا النصح خد بالك معايا طبعا اجعل كده واجعل يوسف لك قدوة طبعا هنا يا جماعة غرضه النصح تمام يا شباب طيب بعد كده بقى حطم الياس هي دي حطم حطم الياس امالي استعاره مكنيه صور طبعا هنا يا جماعه ركز معايا كده صور طبعا الياس باداه تحطم او شخص يحطم صور الامال باشياء ماديه تتحطم فهنا يا جماعه في صورتين خد بالك تمام طيب البيت الخامس مؤكد بكام وسيله تعال نشوف البيت الخامس كده الاول في طبعا وسيله توكيد واحده او اثنين او ثلاثه او اربعه طب نرجع كده للبيت نفسه البيت واحد اثنين ثلاثة اربعة تمام او الخامس, الخامس لا تيأسن فان اليأس به ظلم فهو اللطيف بكل ما تعانيه تعال نعد مع بعض اولا اسلوب مؤكد بنون التوكيد لا تيأسن دي نون التوكيد يا جماعة وصل كده فان طبعا ادي ان برضو وسيلة من سؤال التوكيد كمان فان اليأس به ظلم في تقديم وتأخير هنا هو فهو اللطيف طبعا هنا تعريف المبتدا وخبر برضه هنا يا جماعه توكيد طب لو عدينا كده دي واحد اتنين تلاتة اربعة اربع وسائل التوكيد في بيت واحد اربع وسائل التوكيد في بيت واحد تمام يا شباب تعال بقى كده ننقل على ايه اسئلة تانية تمام طبعا هنا في برضو ال... البيت السؤال الخامس قال الحمار مخاطبا عدو... عدوه صبرا ودعني الان حتى ارتوي فاجابه متع... متعجبا لحديثه اظننتني كالانس شرا احتوي اشرب هنيئا لا تخف من قسوتي فالأسد إن وعدت فلا لن, لا لن تلتوي فالعدل إن ساد القطيع فلا تخف بالعدل يستسقى أو يستسقى الضعيف مع القوي تمام فالأسد إن وعدت هنا طبعا نقطة الجملة بما قبلها طبعا هو بيقول له اشرب هنيئا لا تخف ليه؟ لأن الأسد إن وعدت لن تلتوي ده تعليل لما قبله دعني طبعا هنا أمر طبعا غرضه هنا يا جماعة هيكون التمني خلاص كده طيب ليه بقى بص معايا كده يا جماعه في الجمله او هنقول بقى هنا لو 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 خد بالك برضه يا جماعه عشان النقط دي مهمه قوي لو الامر موجه من لغير العاقل يبقى غرضه التمني لو الامر موجه لصديق يبقى غرضه ايه او لصاحب يبقى غرضه دايما الالتماس خد بالك من الحته دي طب هنا برضه هشوف الجمله يا جماعه وهنا هنا دعني تمقال قال الحمار مخاطبا لعدوه طبعا عدوه اللي هو الاسد يعني تمام لان هنفهم منين الاسد ديت في البيت الثالث مكتوبة الأسد جمع أسد طيب هنا دلوقتي يا جماعة الحوار ما بين غير عاقل تمام كده فيبقى هنا الأمر غرض التمني وصل كده يا شباب الأمر هنا غرضه إيه التمني النقطة اللي بعد كده في البيت الثاني صورة بيانية نوعها إيه بقى تعال نشوفها كده فأجابه متعجبا لحديثه أظننتني كالإنس شرا أحتوي طبعا هنا يبقى نوع الصورة هنا تشبيه طبعا هنا مفصل تمام طيب نكمل طيب بص يا شباب بالنسبه للسؤال بقى طبعا هنا في البيت الثالث توكيد وسيلته ايه؟ تعالوا نكمل مع بعض كده. طبعا اشرب هنيئا لا تخف من قسوتي فالاسد ان وعدت فلا لن تلتوي. هنا يا جماعه تكرار النفي. لا لن تلتوي تكرار النفي. خد بالك من الاسئله ما بين السطور دي يا جماعه تبقى مهمه قوي. القطيع طبعا جمعها قطعان. طيب تعالى بقى كده ننقل على نقطه ثانيه في عندي يا جماعه جزئيه مهمه جدا عايز اتكلم فيها. الا وهي خد بالك معايا كده اللي هي النصوص ماشي أو النحو آسف تمام كده الجزء الخاص بالنحو ماشي هخش طبعا على الأسئلة سريعا لأن النحو بالنسبة لنا طبعا إحنا كده كده اشتغلنا فيه كتير قوي ماشي وهتلاقي طبعا فيديوهات موجودة على الـ على الـ طبعا على الدروس بتاعتنا ماشي المصادر طبعا وغيره ونصب مضارع وجزم مضارع الحاجات دي كلها طيب بداية كده بقى النحو يسعدني أن تسمو في أهدافكم خد بالك معايا كده تسمو في أهداف اهدافكم هتلاحظ هنا في الف موجوده في الاخر الف الفارقه لما اقول لك اعرب المضارع هنا تقول لي فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه حذف النون تمام فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه ايه حذف النون الجمله هنا يا جماعه طبعا بتتكلم عن الجمع طيب هنا الفعل اتصل بيه واو الجماعه ما تفعله من خير فسيعلمه الله فعل الشرط وجوابه هنا خد بالك معايا الاول هيبقى مجزوم طبعا انا عايز اعود نفسي على حاجه اعرف الاول الفعل بعد كده ارجع ابص الاستخراجات بتاعتي او الاختيارات يعني ونقطة الملحوظه دي قبل كده خد بالك منها قوي بالذات في النحو يعني في النحو بالذات اركز في النقطه دي طيب خد بالك معايا بقى ما تفعل من خير فسيعلمه الله هنا الاول هيبقى فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف النون فسيعلمه هنا فعل مضارع هيبقى مرفوع على رفعه الضمه طب ليه احنا قلنا قبل كده لما الفاء تدخل على جواب الشرط بتلغي الجزم تاني الفاء لما بتدخل على جواب الشرط بتلغي الجزم. طيب والله طبعا اركز في الجمله دروسي الان اه انا كنت ممكن اتسرع اقول ايه؟ لا اذاكر ان دروسي واسكت لا انا لازم اقرا جمله لغايه الاخر الان اه يبقى يبقى هقولها بالشكل ده لا اذاكر تمام كده يبقى هي رقم واحد هي اللي صح او رقم الف تمام يا شباب؟ طب تعالى بعد كده يجود الطالب في في تلاوه القران ها تجويدا. طب ليه ما قلتش تجودا اجاده؟ لازم عشان اتاكد اجيب الفعل الماضي. الماضي من يجود جودة. طب ده على وزن فعل يبقى المصدر على وزن ايه؟ تفعيل. يبقى الفعله ايه؟ تفعيل. خد بالك من النقطه دي. طب يعين الله المؤمنين ايون اعانه. للماضي الماضي من يعين اعان يبقى طبعا في مصدر فعل رباعي. تمام كده يا شباب؟ طب نرفض الاضمحلال الفكري الموجود عند بعض الناس الاضمحلال هنا على وزن الايه خد بالك معايا دي فيها شويه شغل شويه, شوية. اضمحلال من الفعل اضمحل وطبعا محله يعني تضاع تضاءل او تناقص يعني او تدهور تمام كده فالاضمحلال فعلها اضمحلة طب اضمحل دي على وزن ايه افعلل تمام طيب في الحاله دي بقى الاضمحلال على وزن افعلل يا رقم جيم اضمحلال افعل لال اضمحلال افعل لال لان دلوقتي خد بالك معايا انا عندي اللام هنا بفوق التضعيف بتاع اللام يا جماعه بحط الالف في النص فتطلع بالشكل ده تمام طب الانهزاميه تبقى مصدر صناعي مصدره الصريح ايه بقى يبقى الانهزام خد بالك معايا يبقى مصدره الصريح يا جماعه الانهزام انا دلوقتي بقول لك هات المصدر الصريح من المصدر الصناعي بتشيل التاء المربوطه والياء بس مش اكتر من كده تمام كده طيب الاتكالية هشيل الياء الياء اليا اليا والتاء المربوطة تبقى الاتكال بس مش هتعمل أكتر أكتر من كده. طيب بعد كده سؤال تاني نسعى للتقدم مسعا حميدا المفعول المطلق طبعا هنا عندي أو كلمة مسعا هنا يا جماعة خد بالك معايا بقى لما أقول لك اعربها كده مثلا أو حدد بقى إيه وضعها بالظبط. هتقول لك بقى مفعول مطلق ولا مصدر ميمي ولا مفعول به ولا الأولى والتانية هي طبعا تصلح الأولى والتانية مفعول مطلق ومصدر ميمي. طيب نزل المصدر الصناعي من الكلمات الموجوده عندي هنا البطاله الكراهيه الهمجيه التربيه طبعا هي كلمه الهمجيه هي الوحيده اللي هي الياء بتاعتها مشدده لكن الكراهيه دي مصدر فعل ثلاثي والتربيه مصدر فعل رباعي البطاله طبعا دي مصدر فعل ثلاثي عادي جدا الفصل مجتمع الطلاب واجتمعنا مجتمعا طارئا طيب هنا خد بالك معايا مجتمع دي الاولى هتبقى اسم مكان لان يعني طبعا هنا قبلها مكان كلمه الفصل اما اجتمعنا مجتمعا طارئا دي مصدر ميمي لان ممكن اشيل واحط مكانها اجتماعا طارئا فانا بحكم على المصدر الميمي ازاي من غير الثلاثي لو انا شلته وحطيت مكانه المصدر الصريح تمام كده او المفعول المطلق بتاعه المعنى هيتم ما فيهاش مشكله عندي خالص طيب ان نقط في الخير فسوف نقط الله عنكم طب ان تسعوا في الخير فسوف يرضى طبعا احنا اتفقنا طبعا ان الفاء بتلغي الجزم يبقى الاول مجزوم بحذف النون الثاني هيبقى مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره طيب لم يكن القاضي العادل ليظلم الناس ركز معايا يظلم هنا طبعا هتبقى لام الجحود نوع اللام هنا يبقى لام الجحود طب انا حكمت عليها ازاي ان هي لام الجحود لانها واقعه في خبر يكن خد بالك معايا لو انا قلت الجمله بقى لم يكن القاضي مثلا ظالما ليعيش الناس في الظلم مثلا لو انا جبت خبر يكن مفرد بالشكل ده لم يكن القاضي ظالما خلاص كده يبقى في الحاله النقطه اللي جايه بقى الفعل المتصل باللام تبقى دي لم تعليل ما احكمش عليها ان هي لم ايه؟ لم جحود وهتقابلنا نقطه زي كده ان شاء الله في التدريبات اللي جايه. تعالوا ننقل بسرعه كده لا تقصروا في اعمالكم تنالوا النجاح. طيب هنا تنالوا ليه؟ هيبقى فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب وعايز افكرك بملحوظه جواب الطلب دايما خد بالك معايا جواب الطلب دايما بيكون حكمه جائز الجزم فعل المجزوم في جواب الطلب حكمه جائز الجزم اما لو في اسلوب الشرط او مثلا في الفعل المجزوم باداه الجزم العاديه تمام كده ادوات الجزم هي لام لام الامر لان هي لما تمام في الحاله دي ده يبقى واجب الجزم في الحاله دي يا جماعه بيبقى واجب ايه الجزم امتى يبقى جائز الجزم في جواب الطلب بس طيب الفتاة مدينة لأهلها بالكثير لو كشفنا في المعجم عن كلمة مدينة طبعا أفكرك بالكشف المعجم احنا عشان نكشف المعجم عن أي كلمة بنعمل إيه؟ أول خطوة لازم تمشي مع الكلمة كده تردها للفعل الماضي المجرد أوصل مع الكلمة كده للفعل الماضي المجرد كده مدينة من الفعل دانا الفعل الماضي دانا ده الألف نون طب مضارع دانا يدين شيل ياء المضارعة يبقى مادة دينا باب الدال فصل الياء ثم النون تمام يبقى طبعا هنا الاختيار الصحيحة بكلمة كلمة دينا تعالى النقطة اللي بعدها إلا تنصر الحق يغضب منك ربك إلا تنصر الحق يغضب منك ربك طبعا هنا يبقى فعل مضارع مجزوم لأن ده هيبقى جواب للشرط تقول لي فين يا مستر أداة الشرط اللي هي إلا إلا دي أداة شرط أه إن ولا إن لا تنصر إن لا طب واحد يقول لي يا مستر طب تنصر ده يبقى فعل مضارع مجزوم برضو اه هي دي نوعها ايه؟ لا هنا نافيه لا تؤثر اعرابيا يعني مش هتاثر في اللي وراها فعندي اداه الشرط تاثيرها اقوى يبقى اداه الشرط اللي هي ان هتبقى اداه شرط طبعا جازمه يبقى فعل مضارع مجزوم اللي هو تنصر فعل الشرط فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون طب ويغضب برضه فعل مضارع مجزوم جواب الشرط وهيبقى فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون طيب تحقق الدوله احتياجات شعبها ما تحته خط مصدر لفعل خماسي ليه؟ احتياجات هات مفردة احتياج طب الماضي من احتياج احتاجة انا بحكم بقى على المصدر من شكله ده ولا من الفعل بتاعه؟ من الفعل بتاعه يبقى احتياج ماضيها احتاجة عد حروف احتاجة ليهم خمسة يبقى ده مصدر فعل خماسي طب يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما حدثوك فما راء كمن سمع الحالة العربية اللي فعل تبصر طبعا هنا هتبقى فعل مضارع منصوب ليه بعد فاء السببية طب انا بعرف ازاي الفائده السببيه لازم تسبق بنفي او طلب نفي او طلب والطلب ده يشتمل على ايه عد معايا امر نهي استفهام تمني بليتة ترجي بلعل حث او عرض ماشي بألا وتحضيض بهلا تحضيض يعني تشجيع تمام ادي يا سيدي يبقى دلوقتي عندي ايه الا خدت بالكم من الا ديت هي دي يا باشا المفتاح هي دي بالنسبه لنا المفتاح اللي توصلني ان ديت تعرفني ان دي فاء سببيه تمام يبقى فعلا ضرع من منصوب. ما كان المؤمن غافلا، ايوه آه آه وصلنا لنقطه النقطة كلمتك عليها من شويه. ما كان المؤمن غافلا، المؤمن غافلا ليتهاون في العباده. دلوقتي خد بالك معايا غافلا دي عربها ايه؟ هتقول لي خبر كان منصوب على النصب والفتحة حلو؟ طب ليتهاون بقى في الحاله دي؟ نوع اللام هنا هتقول لي لام تعليل. مش لام جحود؟ لا. ليه مش لام جحود يا مستر؟ هقول لسيادتك لام الجحود تاتي مع الفعل. هي بقى مع الفعل الواقع خبر لكان. خبر لكان او لم يكن ايا كان. يعني لو انا قلت لما كان المؤمن ليتهاون في العباده اه في الحاله دي يا معلم هقول على النقطه دي كده يبقى اللام لام جحود. غير كده لا. غير كده ما تصلحش. تمام يا شباب؟ فخدوا بالكم النقطه دي جت قبل كده السنه اللي فاتت في امتحان التجريبي الخاص بثالثه ثانوي. وقعت ناس كتير اللي ما خدش باله منها وقع. لازم اركز كويس جدا. طيب ننقل بعد كده النقطة اللي بعدها لا تصاحبي الخائنة طبعا هنا تصاحبي فعل مضارع مجزوم وعلى جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة تمام طيب والله لا يهمل المجتهد درسه طبعا فعل هنا ممتنع التوكيد بالنون ليه؟ طبعا لأنه هنا الفعل منفي خلاص احنا قلنا يا جماعة من شروط وجوب توكيد الفعل بالنون أن يكون واقعا في جواب القسم وأن يدل على الاستقبال وكمان يكون مثبت وطبعا ويكون طبعا غير مط... او لازم يكون متصل بالله دي مهمه جدا يبقى دي الاسباب يا جماعه لو فقط شرط من الشروط يبقى في الحاله دي يا جماعه طبعا بي... بيمتنع توكيده النقطه اللي بعد كده هرب الابن حتى لا يتابعه ابوه طبعا هنا فعل مضارع هيبقى فعل مضارع هنا يا جماعه خلاص مرفوع على طرفه الضمه طب ليه اصل حتى لازم تدل على الاستقبال لو ما دلتش على الاستقبال في الحاله دي يا جماعه تبقى في الحاله دي هعتبرها او هعتبر الفعل وراها هنا مرفوع تمام يا شباب طيب ننقل على النقطه اللي بعدها يا شباب يسعى المخربون الى نقط الوطن اكمل بمصدر قياسي واحد يقول لي ممكن ممكن نقول افساد ده مصدر قياسي يا مستر تمام كده انا عندي المصدر القياسي خد بالك معايا هو الرباعي والخماسي والسداسي اما المصدر الثلاثي فبنسميه مصدر سماعي تمام فكلمه هدم دي سماعي اما تخريب فعلها خربة ده قياسي طب وإفساد فعلها أفسد برضه قياسي مصدر فعل رباعي يبقى ممكن الأولى أو الثانية. طيب لن يخيب مسعاكم ما, ما دامت الحياة. هنا مسعاكم ممكن أشيلها وأحط مكانها سعيكم فاكرين لما قلنا عشان نتأكد شيل وأحط المصدر الصريح. تنفع مصدر ميمي؟ أه هي دي مصدر ميمي. طب لن يتحقق النصر إلا باجتماع كلمتنا ضد الإستعمار. هنا يا جماعة طبعا على المصدر المصادر اللي تحتها خط على التوالي هتبقى خماسي إجتماع فعلها إجتمع واستعمار استعمرة. طيب المصريون اهل زراعه وصناعه وتجاره المصدر الصناعي هنا يا جماعه او المصدر السماعي اسف هيبقى كل ما سبق زراعه صناعه تجاره لانها المصادر دي بتدل على حرف تمام طيب, طيب نقط اساس النجاح اكمل بمصدر سماعي طبعا الاتحاد ده خماسي ملناش دعوه بيه التعاون خماسي برضه ملناش دعوه بيه العمل اه فعلها عامله ثلاثي هو ده يبقى العمل اساس النجاح المذاكره طبعا رباعي من برضه ملناش دعوه بيه الاشمئزاز مصدر للفعل اشمئزة عد حروفك هتلاقيهم ستة لان ازاي حرف ازاي مضاعف يبقى هنا مصدر لفعل سداسي طب متفوقين نكشف عنها بمادة ايه هنقول نكشف عنها في مادة فوق احنا اتفقنا بنرد للماضي تفوقا فاقة يفوق حلو الكلام نشيل ده المضارعة تبقى ايه فوقة طيب ان تفشي السر في بئس الرجل انت سبب اقتران جواب الشرط بالفاء خد بالك من النقط دي مهمه قوي طبعا الجمله هنا يا جماعه جمله فعليه فعلها جامد افعال الجامده اللي هي ايه نعمه وبئس حبذا ولا حبذا وعسى وليس تمام نعمه وبئس حبذا ولا حبذا وعسى وليس وهتنسى تنسى طيب يبقى هنا يا جماعه جمله فعليه فعلها جامد ان تظلمني فان الله معي ما تحته خط طبعا مضارع مجزوم اللي هي تظلمني تمام وعلامه جزمه طبعا هيكون السكون هنا تمام كده؟ طب واحد يقول يا مستر طب والنون دي ايه؟ النون دي اسمها نون الوقايه طب ليه نون الوقايه جت ليه اصلا؟ عشان اتصل بالفعل ياء المتكلم احنا قلنا المعلومه دي قبل كده قديمه شويه بالنسبه لنا الفعل اي فعل اذا اتصل به ياء المتكلم لازم تسبق ياء المتكلم بنون الوقايه طب نون الوقايه دي مهمتها ايه؟ طقي الفعل من الكسر طقي الفعل من الكسر طب ويا المتكلم هنا يا عربه تبقى ايه ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به طب حاله الفعل بقى قبلها يعرب حصل مقاطعه في الجمله عادي يبقى هنا فعل الشرط فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون تمام ايانا تطلب العلم تنال التفوق طبعا هنا تطلب هتلاحظ عليها ضمه طبعا هنا او تطلب عليها سكون اسف وتنال هتلاقي الفعل المضارع هنا برضه ما اتحذفش حرف العله فالفعلان لازم تحتهم خط صواب ولا خطا ولا الاول صواب والثاني خطا الاول خطا والثاني صواب وطبعا الاول صواب عليه سكون اهو تمام والثاني طبعا لا هرده بقى طبعا هخليه مجزوم يبقى تنل هحذف حرف العله تمام لم يزل الوقت تمر لحظاته ما تحته خط فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون كتير من الناس بيتلخبط يقول يا مستر مش هنا حذفنا حرف العله يبقى فعل مضارع مجزوم على علامه جزمه حذف حرف العله انا امتى اقول حذف حرف العله لما يكون الفعل معتل الاخر بس تاني لما يكون الفعل معتل الاخر بس والفعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف حرف العله غير كده لا انا بقول فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون وحذف حرف العله لعدم التقاء الساكنين حذف حرف العله اللي هو قبل الحرف الصحيح طبعا تمام بالعدم التقاء الساكنين يعني هنا لم يزال المفروض يعني يزال تمام كده لا هنا يا باشا هشيل الالف والحظ في حرف العلة بعدم التقاء الساكنين تمام طب متى نقط يرتفع مستوى معيشتكم متى ايه بقى تتقدموا ايوه فعل مضارع مجزوم بحذف النون لا ينفع الندم على ما فات ما تحته خط طبعا ينفع هنا فعل مضارع مرفوع عادي وعلامه رفعه الضمه الظاهره نكشف عن طوع في ماده طوعاء برضه هجيب الماضي طاعة مضارعه يطوع مادة ايه طوعة تمام هنكتفي بالقدر ده يا شباب وطبعا انا اتمنى من الله عز وجل ان يرزقكم النجاح والتوفيق الدائم ويا رب كده ان شاء الله يعني نشوفكم من الترم الجاي ان شاء الله على خير وتكونوا حققتم كل ما تتمنون ربنا يوفقكم جميعا باذن الله لما يحبه ويرضاه كان معكم مصطفى الشرقاوي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته